وبالانتقال إلى ضريبة الدخل، حيث بدأت الدائرة بتوزيع دعم الخبز للأسر المستحقة من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، فيما رصدت رؤية شكاوى حول حرمان من تجاوز 18 من قيمة الدعم دون وجود مبررات واضحة من قبل الضريبة. بعد أشهر من الانتظار، تلقى أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن رسالة نصية لاستلام دعم الخبز، وبالفعل بدأت دائرة ضريبة الدخل بتوزيع الدعم، لكن المفاجأة كانت حرمان كل من تجاوز 18 عاما وهو أعزب من الحصول على الدعم. سجلت ببرنامج دعمك لضريبة الدخل، أعطوني تم قبول طلبك بنجاح، وبعد شهرين بعثوا لي رسالة أراجع الأحوال المدنية، بعثوا لي أصوب أوضاعي، وحطيت حوالي 25 دينار أوراق ومعاملات وشهادات ميلاد وإثبات زواج، حطيت مبلغ أكثر من بده يطلع لي، فقال والله هيك التعليمات. فاللي بدي أفهمه أنا يعني شو السبب إنه اللي عمره 18 سنة ما بيطلع له كونه عزابي؟ تفاجأت إنها ست أشخاص أعطوني بس ثلاثة، فبسأل الموظفة يعني شو اللي صار، اللي هي بتقول لي راجعوا ضريبة الدخل. طلعت فورا ضريبة الدخل جنب بنك الإسكان في جبل الحسين، طلعت على الموظف لا بقول لي أعطيني الهوية، أخذ الهوية دق على الكمبيوتر اللي هو بقول لي صار عندك في ثلاث أشخاص انشطبوا. بقول ليش؟ بقول لأنه متعدوا سن ال 18. طب شو دخل هذا يعني؟ ليش يعني تعدى سن ال 18 بوكلش خبز؟ مصدر في ضريبة الدخل أرجع القرار لعدم امتلاك الدائرة أي معلومات مالية عنهم وتجنب للازدواجية في الصرف، موضحا أنه سيتم صرف الدعم لعشرة آلاف غزي مسجلين لدى الأحوال المدنية. أمين سليم، رؤية.